مبادرة بالعربي. هذه المبادرة في فضاء التواصل الاجتماعي، أتت تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، بالاهتمام باللغة العربية وتشجيع الشباب ليهتموا بلغتهم، لغة آبائهم وأجدادهم، لغة تاريخهم هي اللغة العربية. وجاءت المبادرة سنة 2013 بحرص كذلك من رئيس المؤسسة الشيخ سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم حفظه الله، وبدأنا نشجع الناس باستخدام مبادرة بالعربي، الوسم بالعربي، وأن يكتبوا في يوم اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر باللغة العربية. لكن تفاجأنا بكثرة واهتمام كثير من الشباب في الوطن العربي بهذه المبادرة، وفي هذا اليوم نظهر ولاءنا ونظهر حبنا للغة التاريخ ولغة المجد العربي. الناس تتكلم في تويتر الآن إما باللغة الإنجليزية، تكتب باللغة الإنجليزية، وإما أن تكتب بالعربيزي اللي هو الحروف اللاتينية بألفاظ وكلمات عربية، وهذه مصيبة أكبر. يعني يتكلم يكتب بالإنجليزي أفضل له من أن يكتب بالعربيزي. فنحن في هذا اليوم نشجع الشباب على أنهم يكتبون باللغة العربية بلغتهم لنرفع مستوى المحتوى العربي في التواصل الاجتماعي. اليوم اللغة السادسة أو السابعة هي اللغة العربية في تويتر. بداية تويتر كنا نحن خارج المنافسة، نريد أن نصل إلى اللغة الأولى في تويتر وفي التواصل الاجتماعي، لأنه سيظهر اهتمام الجيل الجديد بلغتهم. طبعا هناك فعاليات كثيرة، منها مسابقات، منها المشاركة في الوسم بالعربي بهاشتاج، منها عندنا فعاليات في كل كثير من المراكز التجارية، فعاليات مباشرة، وكذلك عندنا رحلة سالم، هذه اللي هو للأطفال يسافر. كل ما تستخدم وسم بالعربي كل ما يصل سالم إلى مدينة عالمية. نريد الجميع أن يشترك فيها، والأمر بسيط وليس معقد. تكتب في تويتر وفي فيسبوك وفي انستغرام باللغة العربية وتضيف في آخرها وسم بالعربي، فقط أظهر حبك لهذه اللغة وأظهر اعتزازك بهذه اللغة، إما بالكتابة بالعربية أو بإضافة وسم بالعربي. وتم اعتماده كذلك من اليونسكو، هذا الوسم هو صار مثل وسم اليوم العالمي للغة العربية. أنا منصورة من اليابان، وأنا أؤيد مبادرة هاشتاج بالعربي. أنا أؤيد مبادرة هاشتاج بالعربي. هاشتاج بالعربي. هاشتاج بالعربي. هاشتاج بالعربي. هاشتاج بالعربي.